في أروقة قصر محمد علي باشا نشأ الجنيه المصري عام 1836، ومن الذهب الخالص كانت خامته. وبين بيوت الموسرين وكبار التجار كانت تنقلاته اليومية. ومع الوقت نشأت له أسرة كريمة من الأولاد والأحفاد، كلهم من نفس معدنه الأصيل. أما جلساته ورحلاته فكانت بصحبة كبريات العملات، وفي كل المقارنات كانت له اليد العليا على كل أولاد العز. فالجنيه الاسترليني كانت ثروته تقدر بنحو 97% من ثروة الجنيه المصري، والدولار لم يكن يستطيع أن يواجه أكثر من 20 قرشا. أما قدرة الجنيه الشرائية فيكفي القول إنه كان يستطيع بمفرده توفير أسباب العيش الكريم لأسرة كاملة. مع الوقت بدأ الجنيه رحلة طويلة من التدهور والغرق في الديون، أصبحت معها كل محاولات تعويمه ليلتقط أنفاسه، بداية لرحلة جديدة نحو الأعماق. بينما أصدقاؤه من العملات الأخرى ينظرون إليه بشفقة لا تخلو من السخرية، أفراد العائلة الكريمة بعضهم قضى نحبه تحت عجلات الزمن كالمليم والقرش، وبعضهم أصبح مجرد وسيلة لحل أزمة الفكة كربع الجنيه ونصفه. أما رب العائلة فقد انتهت رحلته الطويلة إلى جيوب باعة المناديل الورقية في الشوارع وحجور المتسولين على الأرصفة، ليصبح أصدق تعبير عنه المقولة الشهيرة: أكرموا عزيز قوم ذل.